انت تملك اصلا انك انت تصدر قرار في غير اختصاصك؟ ما تملكش. لا املك طبعا. انت تطلع قراراتك لدول الاعضاء في البرلمان الاوروبي بالضبط. وتبقى عارف ان انت ايه اللي بتستهدفه من هذا القرار. يعني قالب به كده الاختصاص والغايه من القرار، يعني تكون مختص وفي غايه من قرارك وتكون عارف قرارك هيتطبق فين، اسمها محل القرار. وعلشان كده قرارهم قرار منعدم الاثر وتدخل سافر وغير مقبول. واحنا اعتدنا من البرلمان الاوروبي وبعض المنظمات في اوروبا على ان هي لا تعمل بموضوعيه، انما تعمل بهدف خدمه تنظيم ارهابي بأجنتات. دولي بأجنتات له تاثير عليهم هناك بأجنتات. ويعني خليني يعني اختم بالكلمه حضرتك اشرت ليها وكانت موجوده في بيان مجلس النواب المصري، هو بيان ولد ميتا او قرار ولد ميتا. النائب ايهاب الطماوي وكيل لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه بمجلس النواب، انا بشكر حضرتك جدا لوجودك معانا.